جزيلا. أنا حقيقة استفدت جدا من ما ذكر من حديث وأعود إلى توصيات، لأنه أنا مهموم بما يمكن أن يضيفه إعلان تونس حول هذا، يعني حول هذا المنتدى لكل العالم. وأعتقد أنه أولى هذه الدروس أنه قوة المجتمع المدني بكافة شرائح من الشباب والمثقفين عندها القدرة على الضغط على السلطة الحاكمة لتغييرها أو لتغييرها الإيجابي ونزع الحقوق المتعلقة بالحرية وآليات الديمقراطية المباشرة. هذا درس مهم جدا للدول الأخرى، خاصة في الدول العربية، أنه إذا ما وجد هامش من الحريات تستطيع قوى ومنظمات المجتمع المدني أن تحدث التغيير المطلوب على مستوى القوى السياسية. وأنا أعتقد أنه هذه قيمة يعني الآن موجودة في تونس، وأرجو أن تعم كل الدول العربية. شكرا. إذا تفضل.